كابتن عادل استاذنك بس فضل. هنروح لزميلنا فاروق صلاح ومعاه الكابتن سيد عبد الحفيظ. اتفضل يا فاروق. اتفضل يا فاروق. من جديد كل التحيه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء بفوز فريق غزل المحله على النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء، علامات استفهام كتير وكلام كتير جدا. معنا الكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد، اعتقد قرارات كتير وعلامات استفهام كتير ومعايير مختلفه بنشوفها في مباريات تيجي مع النادي الاهلي، كلام كتير. طيب بس خلينا نبقى يعني بمنتهى البساطه والهدوء كده. لا احنا وحشين جدا، يعني اول حاجه بس عشان ما حدش يزايد علينا، احنا وحشين جدا الشوط الاول جدا. يعني كل الالتحامات والاشتراكات ما كانتش بتاعتنا خالص، الكره الثانيه مش بتاعتنا خالص. فرقه المحله طبعا بقول لهم مبروك وكل حاجه، لكن قدموا شوط اولاني نموذجي في الالتحامات والاشتراكات والروح العاليه جدا. الشوط الثاني طبعا يعني تسيدوا بقى حته اللي هي ان انت عايز ترجع للمباراه، ما عرفناش نرجع للمباراه تمام. يعني فعشان نبقى بس ما حدش يزايد على حاجه، لا احنا قدمنا مباراه مش حلوه خالص، وخصوصا الشوط الاول يعني. ده فيما يخص اللقاء يعني. ده هل ده طبيعي ولا مش؟ انا بقول لك ده طبيعي، وانا قلت الكلام ده من اسبوعين. مش ممكن الضغط اللي احنا بنلعبه ده، مفيش واحد في الدنيا مهما كانت مهارته ومهما كانت امكانياته وقدراته هيبقى في حاله بدنيه تعبان جدا 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 وعايزه يجري يعني، فهتبقى صعبه. لكن في النهايه ما قدامناش غير ان احنا نتعامل مع الواقع بقى. الواقع ده صح، الواقع ده غلط، خلاص لازم نتعامل معاه. عندنا ماتشين نقفل الماتشين دول باي طريقه، وعشان نقفل المرحله اللي هي مش حلوه دي خالص يعني، عشان نستعد لحاجه ثانيه يعني. ده فيما يخص اللقاء يعني، عشان ما حدش يزايد علينا يعني. مش هقول بقى ان ليا كده ضربه جزاء وكابتن محمد معروف اساسا بيتكلموا يوم مديك ظهر وكده يعني، فاهم يعني، من غير ما كانك هوا معدي كده على الاخر يعني. لكن في النهايه هي دي القدرات اللي بنتعامل معاها، وهي دي القدرات اللي احنا عايزين نشتغل فيها يعني. ففيما يخص اللقاء انا قلته. فيما يخص بقى اللي انت بتتكلم عليه ده يعني، ما اعتقدش ان في حاجه ممكن الواحد يوصفها او يفسرها او يحللها يعني خالص يعني. يعني ما اعرفش احنا عايزين ايه والناس عايزه مننا ايه تحديدا يعني. احنا لعبنا دلوقتي 16 مباراه او 17 مباراه، النهارده رقم 17. انا فريق النادي الاهلي اللي هو يعني اكثر محاوله على الاهداف على المرمى والتسديد والمحاولات وكل، خدنا 2 ضربتين جزاء يعني، واللي حكمهم واحد ابراهيم نور الدين في مباراه المقصه، وابراهيم نور الدين في مباراه الاسماعيلي. يعني جالنا 16 حكم غيره، ما فيش ولا واحد يعني قال لك في ضربه جزاء يعني. مش عايز اقول مش هاخد اكتر من حقي، لكن في نفس الوقت انا مش عارف الفيفا هتعمل ايه، عشان في فرقه بعينه ما تاخدش اكتر من حقها، مش عارف يعني. جابوا فار مش فارقه يعني. حتى التساؤلات اللي الواحد ممكن يقولها وما لهاش برضو يعني تفسير ولا اجابه خالص يعني. اما واحد قعد في الفار يعني النهارده مثلا يعني، كابتن محمد معروف جابوه قال مش مقتنعش انها ضربه جزاء، جابوه. انت بقى هات في حاجه تانية، اي واحد في نص الملعب بيحكم، اي حكم هيجيبه في الفار هيديك حاسب ضربه جزاء يعني. كابتن صباحي امبارح هو اللي على الفيديو، كابتن صباحي اللي انا يا دوبك بس رفعت له حجبي كده، عملت له كده بس تمام، اداني انذار وايقاف مباراه 50,000 جنيه يا دوبك بس انا رفعت له حجبي. كابتن صباحي راح امبارح بعد اللي حصل امبارح قال لك الحكم ما كتبش حاجه في تقريره، ما كتبش حاجه. كابتن صباحي هو قاعد على الفيديو يعني، قاعد في التكييف وماشي زي الفل، ما شافش واحد بيضرب واحد من بالكوع، ما شافهاش هو، لكن شافني انا بس وانا ببص له كده، فاداني انذار وايقاف و50,000 جنيه. لكن هو تاني في الحاجات التانيه ما يشوفهاش خالص يعني. كابتن صباحي عنده مشكله كبيره جدا. انا ما اعرفش يعني، انا ما بقولكش هات تجيبه يحكم لي ولا ما تجيبوش، ده اختيارك وده حقك. لكن لما يبقى واحد قاعد على الفار في 4 ماتشات يبقى في 6 قرارات غلط لضربات جزاء يعني. هو حكم لي في الفار السنه اللي فاتت مباراه اسوان، وحكم لي السنه دي مباراه الاسماعيلي، خد قرارين غلط، واحده ليا
في مباراه اسوان ما حسبهاش مصر كلها اهلت انها ضربه جزاء وهو قاعد على الفار يعني مش مضغوط ولا حاجه خالص. وفي ماتش الاسماعيلي راح قايل على كره حسين السيد انها ضربه جزاء ومصر كلها مش اهله انها ضربه جزاء. حكم للمنافس بتاعي 3 مرات 2 في انبي السنه اللي فاتت ادى واحده ملهاش علاقه بضربه الجزاء وما حسبش 2 ضربتين جزاء السنه دي. وامبارح بيجيبه في واحده يعني اشك لما يكون في حكم قاعد على الفار ويغلط 6 مرات تجيبه ماتشات كبيره ازاي. انا ما بقولكش تجيبه لي ولا ما تجيبهلوش يعني ده اختيارك, لكن هل انت بتراقب الناس دي ولا لا؟ يعني هل في متابعه يعني زي ما بتقيم الناس ولا حاجه ولا لا؟ 2 و3 و10 يعني انا يعني مش عارف اقول غير ان احنا وحشين النهارده وحشين بشكل وحش يعني في الشوط الاول بالذات يعني. وزي ما بيبقى في مكافئات وفي حوافز وفي يعني ماديات كمان في الخساره اكيد بيبقى في خصومات يعني. فده حال الكوره. انا زي ما قلت لك يعني انا قلت الكلام ده من اسبوعين يعني انت مش فارقه انت بتلعب مين على فكره, انت حالتك ايه يعني حالتك كويسه ولا حالتك وحشه. انت في الوقت الحالي لا الحاله محتاجه انها تفوق والحاله محتاجه انها نلم نفسنا اكتر واكتر ونقفل على نفسنا شويه لان هي مرحله تعب ومرحله مجهود عالي وكل حاجه. لكن فضل الله ماتشين, مباراه الاتحاد ومباراه الزمالك باذن الله. يعني فيما يخص بقى يعني الناس اللي بتقول لك يعني احنا مظلومين من التحكيم ومظلومين ما اعرفش مين, يعني فرقه بتحسب لها 12 ضربه جزاء انت سامع يعني ما غلطتش في الرقم 12 ضربه جزاء ومحكوم يعني ومنهم 5 الفار جايبهم غلط ومظلومين تحكيميا يعني. فاحنا حكم واحد من ال 16 ادانا ضربتين جزاء, مباراه المقاصه ابراهيم نور الدين ومباراه الاسماعيلي ابراهيم نور الدين. ال 16 ما حسبناش اي حاجه ثانيه. النهارده كره حسين الشحات انا ما شفتهاش, هو الراجل مش مقتنع انها ضربه جزاء. كابتن جهاد جريشه انت اقتنعت ازاي انها ضربه جزاء؟ كابتن جهاد جريشه في مباراه بيراميدز برده ما هو حظه بقى يعني انا هلغي حتى تليفونه من عندي وهقول مثلا يعني اعتذار, يعني كل ما يغلط عندنا غلطه يطلع يعتذر لنا. يعني في مباراه بيراميدز اللي كانت موجوده ضربه جزاء بتاع محمد شريف وطارق مجدي على الفار برده قعد على الفار قال لك ده التحام في الهواء يعني. ف يعني برضو مش ده مش مبرر اللي حصل معانا النهاردة. احنا وحشين بالفم المليان في الشوط الاول كنا وحشين جدا جدا, التحامات زيرو, اشتراكات مش موجودة, اصرار مفيش, روح المحلة كانت احسن مننا في الشوط الاول, لعيبة المحلة كانت افضل مننا في الشوط الاول. الشوط التاني حاولنا نرجع ما رجعناش, لكن زي ما قلت لك خلاص يعني المباراة بحلوها وبمرها انتهى. برضو انا زي ما انا قلت من اسبوعين هتدفع ضريبة حتى لو كنت انت يعني هيركليز في الكوره. يعني كابتن سيد يعني في نقطه بالتحديد المعايير اللي بيتم يعني في بعض الكرات ما بتتحسبش للاهلي في المباراه الثانيه نفس الحكم بيحسبها للفرق الثانيه, يعني بدءا من ميدو سلامه في مباراه البنك الاهلي مرورا يا راجل بس انا في حكم كابتن يعني انا ما بقولكش تجيب لي مين وما تجيبليش مين, لكن انا بسال اسئله يعني وبالراحه خالص من غير نرفزه ولا حاجه. يعني وزي ما قلت لك انا مع كابتن الصباحي يا دوبك بس رفعت حاجبي بس انذار و50,000 جنيه وايقاف امبارح بعد اللي حصل ده كله امبارح لاول مره تشوف المنظر ده في الدوري في الوقت في الدوري المصري. مفيش اي حاجه خالص, مفيش اي حاجه نهائي يعني. فكابتن صباحي اللي هو اداني كل ده ما شافش كل ده امبارح يعني عادي جدا يعني. فانت بتقول لي في كابتن احمد العدوي, احمد العدوي حكم مثلا لنادي الزمالك ثلاث مرات اداهم 5 ضربات جزاء, حكم 3 ماتشات ب5 ضربات جزاء 5. كابتن عمر رمضان ولا عمر رمضان مش عارف والله يعني, فاول مره في حياته يحكم, اول مره في حياته يبقى في الدرجه الاولى في الدوري الممتاز, ادى 2 بنالتي ما لهمش علاقه في مباراه الحرس وطرد واحد يعني دبح وسلخ يعني في الاثنين ورا بعض مفيش مشكله. بص في الاخر ده كله مش هيغطي ان انت وحش الشوط الاول, انت وحش الشوط الاول, لكن احنا مش عايز اقول المبررات ولا حاجه. وزي ما قلت زي ما بيبقى في حوافز وفي مكافئات برضه هيبقى في خصومات, لكن انت بالنسبه لك شك طالما الفار جابك من الملعب زي اللي حصل مع كابتن جهاد جريشه اللي حكم في كاس عالم يدي امبارح دي بنالتي كابتن جهاد جريشه يعني 7 أمم أفريقيا ونهائي الشامبيونز ليج بتاع أفريقيا 2014 وكاس عالم وجاي بالفار قدامك الفار قدامك ده انت الفار ده عبارة عن ايه يعني؟ وانا بقول لك النهارده بتاعت حسين الشحات انا ما شفتهاش, بس انت طالما انت مش مقتنع انها ضربة جزاء ما حسبتهاش ماشي خلاص, طالما انت مش مقتنع اصلا يعني الفار ده عبارة عن ايه يعني؟ اكن واحد بيمتحن ومعاه الكتاب بتاع الامتحان, هو ده الفار بالظبط يعني. مش ممكن تغلط, مستحيل تغلط لان انت قدامك الامتحان وقدامك
ومعاك الكتاب تغلط ازاي. لكن في النهايه انا بقول لك كده يعني انا ما يهمنيش كل حاجه بقى حصلت، لكن في النهايه برضو احنا ما كناش كويسين، بس ما ينفعش ان انت تتعامل في مع شخص يعني بردة فعل مختلفة وشخص تاني تدي ظهرك، يعني اكنك ما شفتش حاجة خالص. يعني زي ما قلت لك يعني انت كتب فيك يعني تقرير وانذار و50,000 جنيه وايقاف مباراة، تمام، ومبارح ما فيش حد قال حاجة خالص. يعني واحد قاعد على الفار، كابتن صباح قاعد على الفار، ما شافش اللي بيكوع في الوش، ما شافهاش خالص، لكن سمع انا سيد مثلا ايه، لا بص كده مش مظبوطة، تمام. طب قاعد على الفار، انا بكررها المرة التانية، هل في مراجعة؟ يعني الناس المتخصصين ولا الناس اللي هي بيتم اختيارها للفار بتراجعوهم في غلطاتهم؟ انا قلت لك يا عم فتش ورايا، اعمل احصائيه ورايا. كابتن صباحي قعد على الفار في 4 ماتشات يدي 6 قرارات غلط في 4 ماتشات، ماتشين مع الاهلي، ماتش مع اسوان، وماتش مع الاسماعيلي، قرار غلط ما حسبوش. مباراه اسوان السنه اللي فاتت لجيرالدو في الدقيقه 6 ما حسبهاش، حسين السيد يجيب ابراهيم نور الدين من اخر الدنيا تعالى يمكن تحسبها ولا حاجه، ما حسبهاش، تمام. مع الزمالك 3 مباريات ب3 قرارات غلط، 2 في مباراه انبي السنه دي ما حسبهمش، والسنه اللي فاتت مباراه بينالتي على الزمالك مع انبي حسبها، ويجيبوا امبارح في واحده تانية برضو 6 قرارات غلط وانت قاعد على الفار، 6 وانت قاعد على الفار. يعني وبعدين تيجي تقول لي انا هحطه في ماتشات كبيره، انا لا املك ان انا اقول لك تحطه ولا ما تحطوش ولا تجيبه ولا ما تجيبوش، دي بتاعتك. لكن حضرتك زي ما بتراجع الناس وبتعمل يعني نوع من الاختيارات على حسب المباريات، هل بتراجع الاخطاء بتاعت الفار؟ خلي بالك اصل الناس كلها بتروح دلوقتي للحكم، ده مش صح. عارف ليه مش صح؟ ليه؟ هيقول لك الحكم هو المسؤول. الحكم هو المسؤول، بس هو بيشككه. وبدي مثال على نفسي قبل ما اديه لغيري. انا النهارده كابتن محمد معروف ما ادهاش بينالتي، قناعته ان هي مش بينالتي من الاول، ما اعرفش ليه واحده تانية ولا ماليش، ما اعرفش، انا مش داني في الشوط الاولاني، ما اعرفش، ومش هطلع بقى زي ان اقول لك مش هيحسبه وانت جاي، ما اعرفش. انا ما بقولش ان في حد جاي يعني مستقصدني، يعني انا ما بقولش كده، ومش هقول ان في حد حكام جايه مش عارف لا عيب، يعني الكلام ده ما ينفعش ان هو يتقال يعني. لكن انا بقول لك راجع، اقول لكابتن وجيه احمد يعني مش يعني للمره المليار، تمام، انت بتراجع الاحصائيات دي. وهل هي صدفه مثلا ان في مباراه الزمالك، انا قاصد جدا في محمود البنا، قاصد مش حاسب بينالتي وانا مش مقتنع بيه، مش حاسب بينالتي في ماتش الزمالك وانا مش مقتنع بيه، بس قاصد فيه تماما. اللي كان موجودين الطاقم التحكيم اللي كان موجود في مباراه الزمالك، كان موجود محمود البنا، وكان موجود محمد عادل في الفار، ومحمود عاشور في الفار، وكابتن محمد معروف في الفار. انت لك ان تتخيل مباراه الزمالك لحد دلوقتي الاربعه دول حكموا لنا، يعني الاربعه دول جولنا بعديها على طول، يعني طاقم تحكيمي في مباراه الزمالك يدي لك كل المقرر اللي بعديه، يحكموا لنا كل المباريات اللي بعدها كلها. هل هي دي صدفه؟ هل هي دي؟ مش فاهم. يعني في مباراه انبي كان محمود عاشور، في مباراة الجونة محمد عادل، النهاردة محمد معروف، يعني هم دول كلهم كانوا موجودين في ماتش الزمالك، ما عداش 15 يوم يجي لي نفس الحكام في 15 يوم، نفس الحكام يعني ما بين المباراة والمباراة ما فيش مباراة أصلا. هل ده أنت بتراجعه؟ يعني التقسيمة نفسها بتبقى مظبوطة؟ هل بتبقى فيه زي ما احنا بيبقى فيه قرارات سريعة وفي كلام بيبقى فيه نفس الكلام برضو على 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 على, على القرارات؟ وإيه استفادتي؟ يعني أنا كمان آدم يعني أو كموجود في إيه الاستفادة إن أنا مثلا يعني لا هو أصل الفار كان يستدعيه، يعني الفار يستدعيه يا راجل، ده أول مرة، ده أنا فرحان يعني النهاردة، أوعى تفتكر إن أنا لما محمد معروف حتى ما حسبش البنالتي، ده أول مرة في 17 مباراة يعني حكم يقول له تعالى شوف حاجة، والله العظيم، والله ما بهزر علينا يعني، فاهم؟ أول مرة في 17 مباراة، أنا بقول لك 2 بنالتي في 17، 2 بنالتي، وفي حد يقول لك إيه ده إحنا مظلومين تحكيميا، ده جهاد جريش، يعني تخيل أنت مباراة يبقى فيها بنالتي غير صحيح وفيها حالة طرد وتطلع أنت مظلوم تحكيميا.
بس يعني مش عايز اتكلم برضو كتير غير على الجزء اللي يخصني. احنا وحشين جدا في الشوط الاول، جدا جدا جدا. دخلنا الماتش متاخر جدا، حاله تعب بقى، حاله ارهاق، حاله ما اعرفش مين، لكن كنا وحشين جدا. الشوط الثاني حاولنا وما عرفناش، تمام. زي ما انا قلت يعني هتحاول ان انت الماتشين دول تعديهم باي طريقه، مباراه الاتحاد ومباراه الزمالك، عشان تاخد نفسك بعد كده. سيب بنشكر حضرتك والتوفيق في اللي جاي. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. طبعا كلام كتير وعلامات استفهام، نتمنى نلاقي اجابه موجوده عند لجنه الحكام. اعتقد النهارده اخطاء تحكيميه كتير جدا في مباراه الاهلي وغزل المحله. من جديد تعود الكلمه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام.